السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو هنتعرف على مفهوم جديد في CSS، حاجة اسمها CSS Sprite. طيب يعني واحدة واحدة هنمشي على الخطوات دي. أول حاجة تعرفها، تاني حاجة بستخدمها ليه، تالت حاجة إزاي أعمل الـ CSS Sprite دي بالكود، هنعرف موقع بيساعدنا في الحوار ده، وبعد كده مثال من الحياة العملية عشان يثبت لنا المفهوم ده. طيب واحدة واحدة. أول حاجة يعني إيه مفهوم الـ CSS Sprite؟ ببساطة شديدة جدا قال لي combination of image، بعيدا عن النطق بتاع الانجليزي عشان ممكن يكون في نطق غلط يعني، ما علينا يعني، المهم نفهم الحوار. تمام، معناها مجموعة من الصور. يعني ايه برضو؟ يعني مجموعة من الصور انت ادمجتها في صورة واحدة، جبت شوية صور، خمس ست صور، وهوب عملتها بالفوتوشوب خليتهم في صورة واحدة، زي ما كده الناس مثلا في الفيسبوك بتخلي مثلا مجموعة من الصور وهوب تخليها كلها في صورة واحدة وتنزلها في صورة واحدة، والصورة الواحدة بتتكون من كام؟ من أربع خمس صور مثلا. ده مفهوم السي اس اس سبرايت، اللي هو أنت بتدمج كذا صورة في صورة واحدة، وهنعرف إزاي بتتعمل. طيب حلو، ليه بستخدمها؟ ببساطة دلوقتي البراوزر بتاعي، لو أنت عملت مثلا ولو وليكن هناخد أمثلة على السوشيال ميديا، الصور بالفيسبوك وتويتر والحاجات دي، أنت عندك هتعمل صورة للفيسبوك، هتعمل صورة لتويتر، هتعمل صورة مثلا للانستجرام، هتعمل صورة مش عارف ليه لينكد ان، يبقى انت خليت البراوزر يحمل الصورة كام مرة؟ أربع مرات، الفيسبوك مرة والتويتر مرة وهكذا، يبقى أنا كده استهلكت، خليت البراوزر يقعد يحمل لي الصورة، يعني يحمل مرة لكل صورة، يحمل الصورة دي مرة ودي مرة ودي مرة ودي مرة، يبقى كده خليته يحمل أربع مرات. طب وليه؟ ما أنا ممكن أختصر الحوار ده كله وأخلي البراوزر يحمل لي صورة بس واحدة، اللي هي أنا حط اللي أنا خدت الأربع صور منها. يعني ايه؟ يعني انا هاخد الاربع صور دول واحطهم في صوره واحده واخلي البراوزر بس يحمل الصوره دي. طب واحد هيسال ازاي نوصل بقى يعني بعد ما الصوره كلها بقت فيها كذا صوره كده، يعني الصوره كبيره فيها فيسبوك وكذا وكذا وكذا، الصوره الكبيره فيها اربع صور، ازاي اوصل بقى للصوره دي والصوره دي والصوره دي؟ دي ببساطه في الكود هنفهمها. يبقى انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه عشان اوفر البراوزر بتاعي ما يقعدش يحمل كتير، ما يكونش تقيل لما يترفع على السيرفر، مش كل مرة يقعد يحمل الصورة، هي هيحملها مرة واحدة بس، وانت اختار براحتك بقى الصورة اللي انت عايزها. طيب حلو، ممكن لسه المفهوم مش واضح، نشرح المفهوم تاني ببساطة على الصورة دي. الصورة دي ببساطة كانت مجموعة من الصور، مجموعة من الصور اللي هي الفيسبوك واللينكد ان ومش عارف جوجل بلس والحاجات دي، انا ادمجتهم كلهم باستخدام الفوتوشوب. في ناس مش عارفة فوتوشوب، مش مهم خالص، هنعرف موقع بيساعدك في الحوار ده. ادمجتهم كلهم كده. طيب حلو، يبقى دي بقى عباره عن صوره واحده بس، بتتكون من كام صوره؟ بتتكون من تسع صور. لما يجي بقى البراوزر يحمل الصوره دي، لما اعمل انكلود للصوره دي عادي باستخدام السي اس اس باك جراوند ايمج، هيحملها كام مره؟ هي مره واحده بس، وانا اختار بقى انا عايز الفيسبوك ولا اوصل مثلا مش عارف التي، ولا اوصل التويتر، ولا اوصل جوجل بلس، اوصل لهم ازاي؟ ده باختصار الكود هنكتبه كمان شويه. تمام جدا، اتمنى يكون المفهوم واضح. طيب حلو، نكتب بقى الكود ازاي؟ ببساطة هنيجي على الاندكس، هنعمل مثلا ديف جواه مثلا أربع زبانات، تلات زبانات، أي حاجة، وكل زبان ليهم كلاس، نفس الكلاس وليكن أيكون، وهنا برضو أيكون، وهنا أيكون. طيب حلو، نيجي بقى للسي اس اس، نقول له الدوت أيكون ده أنا عايزه مثلا، عايز له ويتس، لاحظ إن الزبان اللاين يعني لازم تقول له ديسبلاي لاين بلوك أو بلوك 100 مثلا او 50 بكسل، والهاي مثلا 50 بكسل. لحظة واحدة، احنا عايزين نعرف الصورة يعني كل صورة من دول حجمها ايه. ببساطة الحجم 101 في 101، انا عاملها 101 في 101، فانت تقول له الايكون نفسها 100 في 101 في 101. طيب حلو، منساش الديسبلاي، الديسبلاي بلوك. طيب جميل، واقول له هعمل بوردر بس كده عشان نشوف الدنيا، بوردر 1 بكسل سوليد اف 50 او لون الاسود مثلا، سوليد مكتوب غلط متهيألي. تمام، اروح اشوف اهو، ريفرش. تمام، ادي عندي التلاته زبان اللي تحت بعض، ديسبلاي بلوك يعني تحت بعض، نخليها ان لاين بلوك عشان يجوا جنب بعض، ان لاين بلوك. تمام جدا جدا. طيب حلو، انا هحمل الصوره، ازاي اجيب الصوره؟ بالباك جراوند ايمج، ادي الباك جراوند ايمج يو ار ال، انا في صفحه دلوقتي السي اس اس، هخرج منها اخش جوه فولدر الايمج واجيب الصوره اللي هي اسمها ايكونز. طيب حلو، هعمل ريفرش اهو،
طب الزهار على فكرة ظهر لي الفيسبوك بس. ليه؟ لأن أنا محدد ويدث وهاي. يعني أنا لو حددت الويدث كله بتاع الصورة اللي هو كان 300 غالبا، والهاي 300، هيظهر كل الصورة أهو. الصورة ظهرت في كل حتة، يعني الاسبان هيكون شايل الصورة كلها. طيب حلو، بس أنا عايز يعني عايز يعني أصغر الحتة دي كلها، أجيب الحتة دي بس، أجيب الحتة دي بس، يعني يظهر مكان أيقونة واحدة، وكل أيقونة من دول حجمها 101 في 101. أنا عايز لكل سبان يظهر أيقونة معينة. طيب حلو، أول حاجة نخلي السبان على قد حجم أيقون واحدة بس، اللي هو 101 في 101. طيب حلو، وبما إن الفيسبوك أول صورة على الشمال لما كانت ظاهرة، يعني أهو ده أول صورة، فهي دي اللي هتظهر. طب واحد هيقول لي أوصل للصورة التانية إزاي؟ باختصار بسيط جدا، اللي هو تسأل ايه هي البروبرتي المسؤولة عن تحريك الايمج، اللي هي باك جراوند بوزيشن، هي اللي مسؤولة عن انت تحرك الصورة بقى في المكان اللي انت عايزه. طيب حلو، يعني دلوقتي كل زبان فيه الصورة كاملة، يعني انت لو تخيلت معايا الصورة كلها متحملة كاملة بس مش ظاهرة. ليه؟ لان محدد ويدث وهاي بس، يعني عايز الجزئية دي بس. طيب جميل، حد هيقول لي بقى عايزين مثلا نوصل للصوره دي اللينكد ان. طيب واحده واحده، مش الصوره كلها، تخيل معايا هنا كده، يعني اهو اكن عاملها هنا الصوره كلها بس الحته دي بس اللي ظاهره، صح؟ انا عايز لينكد ان، يبقى انا عايز اخلي لينكد ان تظهر هنا مكان الفيسبوك، يبقى انا محتاج احركها كده. طيب حلو، ايه بقى الخاصيه اللي قلت مسؤول عن كده؟ اسمها الباك جراوند بوزيشن. تمام، نيجي نشرحها كده على بسيط عشان نفتكرها مع بعض. هاجي احدد مثلا لاول تاني واحد مثلا اي دي عشان احدد انا عايز انهي بقى الصوره تظهر فيه، وليكن خليه مثلا الصوره مثلا ان، مثلا هي لينكد ان. هنيجي للستايل، احدد الاي دي اللي اسمه ان، اقول له الباك جراوند بوزيشن بتاعك، الباك جراوند بوزيشن هو بياخد اكس وواي، احداث اكس واحداث واي. طيب حلو، انا عايزه ايه بقى؟ انا عايز احركه، يعني عايز اجيب الصوره دي هنا كده. يبقى انا اتحركت ازاي؟ في الاتجاه السالب ولا الاتجاه الموجب؟ الاتجاه السالب. يبقى انا هكتب اكيد يبقى حركه اكس بالاتجاه السالب. هل اتحركت واي؟ هل اتحركت فوق وتحت؟ لا، انا حركت بس اكس. اتحركت بمقدار قد ايه؟ بمقدار الويدث بتاع اول صوره، يعني مقدار الويدث بتاع كده بتاع الصوره دي. طيب الويدث ده كام؟ احنا قلنا الويدث 101. طب الحركه دي بالاتجاه السالب يبقى سالب 101 اهو. يبقى انا اتحركت بس في الاكس، الاكس سالب 101 بكسل. طب الواي اتحركت لفوق او تحت؟ لا خلاص يبقى صفر. نيجي نتاكد من الكلام ده، اعمل ريفرش، فعلا جاب لي صوره لينكد ان. جميل، عايز في الصوره، عايز في الاسبان التالت ده مثلا يظهر لي مثلا جوجل بلس. يبقى انا محتاج كده كلوجيك، انا عندي الصوره دي بادئه من اول هنا كده، عايز اجيب دي كده، اخدها كده هوبا لحد هنا كده. طب نيجي نحسبها، نحسبها بطريقه بسيطه جدا. اول حاجه هتحرك كده، بالنسبه للاكس اتحركت قد ايه؟ اتحركت مقدار ويدث واحد بس، ويدث الايكون دي. يبقى الويدث بتاع كل ايكون كام؟ 101. جميل، يبقى هقول له الاكس اول حاجه نمشيها واحده واحده اهو، وليكن مثلا هنعمل اي دي تاني للتالت ده، ادي اي دي. احنا كنا عايزين نجيب صوره ايه؟ صوره الجوجل بلس، واسمي جي مثلا جوجل. هاجي اقول له الاي دي ده اللي اسمه جي، الباك جراوند بوزيشن بتاعه، الباك جراوند بوزيشن، اسف، احنا اتحركنا من اكس كده مقدار ويدث يبقى سالب 101 عشان اتحركت لجهه اليسار. طيب حلو، هطلع بقى بمقدار قد ايه؟ حد يقول لي. ببساطه اهو هنمشي ويدث واحد لينك، يعني همشي الويدث بتاع لينكد ان والويدث بتاع الحرف البي، مش فاكر صراحه ده اسمه ايه. يبقى لينكد ان ده ويدثه كام؟ 101، بنضاف عليه الويدث بتاع ده 101 و101 102، يبقى انا مشيت لفوق 102، يبقى سالب 102، سالب 102 102 ايه قصدي 101 و101 يبقى 204، 202 انا برنس في الرياضه. تمام، يبقى انا مشيت اهو، كانت الصوره هي عاديه اهي، انا عايز اجيب الصوره دي تكون هنا، لان الاسبان بيدق كل حاجه بالفيس. انا عايز امسك كده، يعني تخيل كده الصوره كلها معايا هنا اهو، عايز امسكها كده احرك لحد فوق كده. يبقى انا همشي ببساطه زي ما شرحنا على الفوتوشوب هنا كده، ادي اهو كده، يبقى كده الاكس بالسالب، سالب ويدث واحد بس اللي هو 101، وتطلع سالب 2 ويدث.
اتنين هاي قصدي، يعني تطلع بالارتفاع اتنين في الهاي، والهاي عندي ب 101 برضو، يبقى الاتنين في ال 101 204. اتأكد من الكلام ده، ريفرش، فعلا جاب لي جوجل بلس. اخر تجربة هنجيب مثلا حرف التي ده، يبقى انا ببساطة محتاج اعمل ايه؟ هتحرك الاكس، ادي ويتس وويتس كمان، يبقى انا كده هضرب الويتس في اتنين بالنسبة للاكس، لان اتحركت الاكس اهو. طيب حلو، هتحرك واي قد ايه؟ مقدار ويتس وهاي واحد بس، يبقى انا اقول له هبدل بس الايه الحوار ده، هقول له ان الاكس بقت ب 202 سالب 202 وده سالب 101 بس. هتلاقي جاب لي حرف فعلا اللي احنا اللي هو التي، نتأكد من الكلام، ريفرش، فعلا جاب لي حرف التي. تمام جدا جدا، يبقى عرفنا كده مفهومها. هو مجموعة من الصور ده مكتوب جوه صورة واحدة ليه؟ عشان توفر مساحة لما تيجي ترفع على السيرفر. استخدم عملنا الكود بتاعها باستخدام باك جراوند بوزيشن. الاونلاين ويب سايت بقى موقع بيفيدك يعني في الحوار ده، حاجه اسمها سي اس اس سبرايت جنريتور، هسيب لكم ان شاء الله اللينك في الديسكربشن. واحده واحده هتيجي اول حاجه كده هتقول له كلير كل حاجه، نبدا على نظافه. تمام، هتقول له اوبن. انا عندي مثلا صور اهو، وليكن في الديسك توب عندي اللي هو ال HTML and فين هي سي اس اس برايد، اخش جوه الايمج وادي عندي اربع صور اهو، هعمل لهم انكلود. فجاب لي الاربع صور جنب بعض. طيب انا مش عايزهم جنب بعض، ببساطه عندك اوبشن اهو تقول له فيرتيكال مثلا فيجيب لك فيرتيكال، عايزه هورزونتال يجيبوا لك جنب بعض. طيب حلو، عايز بادنج مثلا تعلي البادنج اللي هو يعني المسافات. طيب حلو، عايز طالما خلصت بقى شغلك كله وحطيت الصور بتاعتك زي ما انت عايز، اعمل داونلود. عايز تنزل الصورة، هيقول لك الصورة هتظهر كالآتي، البي ان جي والكود السي اس اس اهو، بيسهل لك كل حاجة، يقول لك الكود الاتش تي ام ال كمان، ويقول لك الاكزامبل يعني هيظهر في الآخر على شكل ايه. طيب حلو، انا شكرا، انا هنزل، عايز انزل الصورة بس، اقول له هختار البي ان جي وانزل الصورة، هينزل لي الصورة هنا اهو، الشو فولدر اهو، الصورة ظهرت هنا اهو. تمام جدا، وانت بقى تعمل لها انكلود للصفحة بتاعتك وتشتغل عليها. ده ببساطة الموقع اللي تقدر تستخدمه. طيب حلو، نيجي بقى نقول مثال من الحالة العملية عشان يبسط لك مفهوم السي اس اس سبراي ببساطة شديدة جدا. دلوقتي لو مثلا عندنا صينية كيكة، اللي هي صينية كيكة عايزين دلوقتي ندخلها عشان تستوي يعني، فأنت ببساطة هتعمل إيه؟ الكيكة اتعملت كلها، هتدخل الصينية كلها مرة واحدة، يعني تدخل الصينية كلها مرة واحدة في الفرن فتستوي مرة واحدة كلها فتطلعها. طيب حلو، ممكن حد يقول لي ما انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقطع الكيكه الاول قبل ما ادخلها الفرن، اقطعها اجزاء وادخل كل جزء لوحده. يعني مثلا اقطع الكيكه مثلا 4 او 5 حتت وادخل كل جزء لوحده، هل ده منطقي؟ او هو شغال هيشتغل وعادي وكل حاجه تمام؟ ده اللي احنا بنعمله بالظبط. اللي هو احنا بنخلي البراوزر يحمل كل صوره لوحدها، اللي هي بالظبط بتدخل كل جزء، كل يعني اجزاء الكيكه كل جزء لوحده للفرن. فانت هتشغل الفرن كده 4 مرات او 5 مرات. فانت هتخلي البراوزر يشتغل او يحمل 5 مرات. طب وليه؟ ما انا ممكن احط الصينيه كيكه كلها مره واحده، ممكن اخلي ممكن ادمج الصور كلها في صوره واحده فالبراوزر كله يحمل مره واحده، زي بالظبط لما الفرن يشتغل مره واحده. اتمنى يكون المثال ده وضح لكم فكره السي اس اس برايت باذن الله. ان شاء الله يكون الشرح واضح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.